رقم المطافي كام يا طنطور؟ انا هجيب الرقم ليه؟ ما انت جنبي. لو سمحت. تفضل تفضل. مره واحد اسمه فادي شرب ميه اتملى. بالراحه عليا، بالراحه عليا من اولها. ماشي. يقول لك جرافيك ديزاينر وقف مشكله كبيره جدا، المهم في اخر المشكله يعني قرر ان هو يكبر دماغه. دماغه بكسلت. طيب ليه الاشباح مش بتاكل؟ ليه؟ عشان دايما شبحان. شيء طبيعي. اه لوجيك. سمكتين في سبع عربيات، في كل سمكه واخده العربيه بتاعتها. فالمهم سمكه فيهم راحت داخله في الحيطه متدشمله العربيه، فزعلت على العربيه قوي. العربية كانت هدية يعني من امها يعني للسمكة وكده. فالمهم اتضايقت قوي، فقررت تنزل تدور على ميكانيكي، بس الدنيا كانت ليل يعني. فالمهم بعيد قوي كده لقيت يافطة مكتوب عليها ورشة الميكانيكي الاوستا كوزا. طيب نفس السمكتين بتوعك؟ لا لو سمحت مش ده السمك بتاعي، لو سمحت. نفس السمكتين بتوعك، سمكتين قاعدين مع بعض. فواحدة حست اللي هي عايزة تنام وكده وزهقت من القعدة يعني، فقالت لها يلا بقى أنا هقوم أنام تسبحي على خير. واحد غبي قوي عايش في الكويت، فدخل السوبر ماركت كويتي، فمسك ولاعة كده عجبته جدا، فقال له بعد إذنك دي بكام؟ فقال له دينار. قال له ايوه ما انا عارف بكام يعني. طيب مره ليمونه مع صوره وليمونه مع فيديو. تهزرش يا ابني، طب ليه ما تهزرش يعني؟ دي مع الصوره الثانيه مش هتسيبها اكيد يعني. هي لوجيك. اه بيقول لك مره واحد محشش اتعرف على واحد على الفيسبوك، فالمهم العلاقة اتطورت يعني وكده، وقرروا ان هم ينزلوا يقابلوا بعض. فالبنت قالت له طب مش تبعت لي صورتك عشان لما انزل اعرفك؟ قال لها طب انا يا بنتي صورتي على البروفايل بيكتشر. قالت له انت حاطط صورة عربية؟ قال لها افتح العربية تاني جوه. طيب الليمونتين قرروا يلعبوا استغماية، فالمهم واحدة استخبت ودانت التانية عمالة تدور عليها يمين شمال مش لاقيها، لحد ما لقيتها راحت متسحابة من وراها بالراحة كده، ومسكتها مرة واحدة وقالت لها عصرت عليكي. طب ليه الليمون ما بيخرجش الساعة 3؟ عشان وقت العصر. عصرني يا سعداني ما قدرتش. بيقول لك واحد تعبان نفسيا فراح لدكتور نفساني، فالدكتور كشف عليه قال له انت عندك انفصام في الشخصيه. فقال له ايه انفصام يعني يا دكتور؟ قال له يعني عندك جواك شخصيتين. قال له انا رابط طبعا ليه؟ قال له ما تقلقش خالص، انت هتمشي على الدواء ده وهتجيلي الاسبوع الجاي وان شاء الله هتبقى زي الفل. قال له تمام. طب احنا حسبنا كده كام يا دكتور؟ قال له 400 جنيه بس. قال له تمام. راح مطلع 200 جنيه واديها له. قال له ناقص 200. قال له باخدها من الشخصيه الثانيه. طب انا اقول لك على حاجه، معلش سخنت معايا. بيقول لك واحد قاعد مع مراته بس هو اهبل شويه، شرب الدواء مره واحده وقعد يعمل كده اهو. فمراته بصت له كده وقرفانه، قالت له هو ايه اللي انت اتهبلت؟ الدواء ده بيهبلك اكتر ما انت اهبل. الله اصل بصراحه نسيت ان انا ارج الدواء قبل ما اخده. انا ضحكت اقفل. طب اسمع عشان تحلل ضحكتك، قول شله مكسرات.
استنى بس يا ابني خرجني بره الحلواني اللي انت عايش فيه ده. شلة مكسرات قرروا يسافروا مع بعض يتفسحوا فحجزوا فزق 5 نجوم. بعد ما رجعوا من السفر قرروا يعملوا مشروع ففتحوا محل قصب شغلوا فيه اكاجو من فرط الجمال.